استقبل ميناء سفاجة البحري إحدى القطع الحربية التابعة للبحرية المصرية قادمة من ميناء بورت سودان، وعلى متنها نحو 466 من المصريين والعالقين من جنسيات أخرى. يأتي ذلك ضمن خطة مصر لإجلاء العالقين، ويشارك فريق من المتطوعين في استقبال العائدين لتوفير كافة الخدمات لهم. استمراراً لجهود مصر في إجلاء المصريين وغيرهم من رعاية عدد من الدول الفارين من الصراع المحتدم في السودان خلال الأيام الماضية، استقبل ميناء سفاجة البحري إحدى القطع البحرية المصرية قادمة من ميناء بورت سودان، وعلى متنها نحو 466 شخصاً، من بينهم 272 مصرياً و 184 سودانياً وجنسيات أخرى. الجهود المصرية المتواصلة خلال الأيام السابقة لم تتوقف بمختلف المؤسسات والجمعيات والهلال الأحمر المصري بتقديم الخدمات اللوجستية والطبية على كافة الأصعدة للعائدين لتخفيف العناء والمشقة التي مروا بها خلال رحلة العودة. تم تواجد متطوعي الهلال الأحمر بميناء سفاجة البحري لتقديم المساعدات للمصريين القادمين من دولة السودان. النهاردة معنا فرق الاستجابة للطوارئ، وهي فرق مجهزة للقيام بالإسعافات الأولية، وأي حالات حرجة يتم التعامل معها أو إصابات خفيفة بيتم التعامل معها من خلال فرق الاستجابة للطوارئ بالهلال الأحمر المصري. كما موجود معنا فرق الدعم النفسي اللي بيتم تقديم دعم نفسي للمتضررين القادمين من السودان، وبيتم تقديم دعم نفسي ليهم. عودنا الكميات والأعداد على أساس تسهيل خروج آمن وخروج مستمر وخروج سهل لجميع السادة الركاب اللي موجودين على العبارة وسط سفاجة النهر. بكلمات شكر وفرحة عارمة عبر العائدون عن سعادتهم وشكرهم للقيادة السياسية لما بذلوه من جهود كبيرة لتوفير كافة السبل الممكنة لتسهيل عودتهم إلى مصر. الرحلة من في السودان كانت شاقة جدا، وإحنا كنا أصلا قاعدين في مناطق تحت سيطرة الدعم السريع، ولكن طلعنا هناك بصعوبة كويس. وأول ما وصلنا بور سودان السفارة المصرية حسينا بالأمان، يعني حسينا بالأمان فعلا. معاملة السفير بصراحة فوق الوصف، كان موفر لنا سكن وكان بيوفر لنا أكل على قد ما يقدر. نشكر سعادة الرئيس، أنتم مفروض تعرفوا أن أنتم محظوظين خالص، لأنه رجل إنساني، رجل عظيم، رجل بتاع عمل وليس بكلام. لما يقول حيعمل حاجة بيعمل، وبحب شعبه وبحب أولاده. واحنا بنشكرك يا رئيس، نشكر الجيش المصري طبعا ما قصرش معانا، تعبوا معانا شديد في الرحله، وطاقم القنصليه في بورت السودان ساعدونا كلنا طبعا، حلوه شديد. وبنشكر الطاقم، عملنا معامله خاصه يعني ممتازه، صدقني اكثر من ممتازه. على مدار الساعه تعمل كافه اجهزه الدوله للحفاظ على سلامه المصريين ممن لم يتم اجلاؤهم بعد، وتوفير كافه سبل الدعم للاطمئنان عليهم واعادتهم سالمين الى ارض الوطن.